يحل فصل الشتاء على دير البلح في قطاع غزة بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الذي طال الأخضر واليابس بلا تفرقة. فتفاقمت الأزمات وصعوبات الحياة، ومنها رحلة البحث عن الملابس والأحذية التي يقوم بها الآباء والأمهات لتقي أطفالهم قسوة برودة الشتاء، إذ أدى العدوان الإسرائيلي إلى الحد بشكل كبير من كمية الملابس التي يمكن دخولها إلى البلاد في الوقت الذي بدأت فيه درجات الحرارة في الانخفاض بسرعة. إحنا هالجيت حياتنا مأساوية جداً، إحنا هالجيت داخلين على الأربعينية، وإحنا كنا جايبين معانا أواعي صيفية لأولادي. طبعاً فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد. طبعاً بروح على السوق إني أدور، فيش ولا أي إشي، حتى الأواعي المستخدمة فيش، مش موجودة. بعد 7 أكتوبر أغلقت إسرائيل القطاع المحاصر، وبعد أسابيع سمح لأولى قوافل المساعدات بالدخول. وهناك نقص في الملابس الشتوية، حيث تضرب الرياح والأمطار القطاع الآن. الاحتلال فرض علينا تهجير قصري، تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا، والآن نعيش بخيم من نايلون إحنا وأولادنا، ونحن ملوك في بيوتنا. اليوم أصبحنا أزلة عايشين في شوارع نلتقط الملابس القديمة لأولادنا، نكسيهم من برد الشتاء، ومش عارفين إيش نعمل في الحال، وإلى متى هذا الحال، وإلى متى هذا الحصار. ما قبل الحرب كان في إقبال، بس مش بالشكل الآن حكم الحرب والناس اللي تهجرت من غزة بشكل عام. فصار عندنا اكتظاظ في دير البلح. الاكتظاظ أجبر الناس على أنها تصير في إقبال على محلات البالي أكثر من المحلات الرسمية، لأنه الناس ما حاش مصاري، فلوس محدودة اللي معها. حتى الآن تقريبا رواتب ما نزلت إلا شهر، يعني إنها 3 شهور في الحرب مرة واحدة نزلت الرواتب. وضع الناس سيء. نزح حوالي 1.9 مليون أشخاص بسبب العدوان الإسرائيلي، واضطر العديد منهم الآن إلى العيش في الخيام. وبحسب أصحاب المتاجر المحلية، هناك طلب كبير على الملابس المستعملة، لكن يتوافر القليل من المال لدفع ثمنها.